الصلاة على الميت لها تسليمتان أم تسليمة واحدة؟ الباب فارغ من الأدلة الصحيحة الثابتة. أما الذين قالوا بالتسليمة الواحدة فمستندهم فعل بعض الصحابة. أما الذين قالوا بالتسليمتين فمن حججهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ابن مسعود قال ثلاث من السنة تركهن الناس: التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، إلا أن سنده فيه حماد بن أبي سليمان وفيه ضعف. وله وأيضا قاسوا على الصلاة المعتادة وأن تواقف تخرج من الصلاة بتسليمتين، فالخلاف قائم والأمر واسع والله أعلم.